التصوير هو الفن الذي يبحث الضوء، اللون، كل ما يحيط بالكادر، لكن يبقى الأهم هو صناعة عين المصور المبدعة أيا كانت أدواته. هي صنعة احترفها مدربنا، تشرفت عيادات العمل بالتعاون معه كواحد من الأسماء المبدعة في تخصصه. نرحب بالسيد المخرج عبد الحكيم الويلاتي الذي ستتفضل المشكلة. دائما لازم يكون واحد يحضر ورقة وكذا، وأنا دائما ما بحضر. أنا بس بدي أحكي شغلة، يعني بتشرف اني خرج اهل سوريين عم يشتغلوا لبلدهم. بس اللي ما في حدا بيعرفه انه كيف صار النشوء. وبالنهايه ما بعرف، ببلدنا دائما بيقول لك انه في شيء حيصير احسن، في شيء حيصير احسن، انا متاكد انه في شيء حيصير احسن. بس نحن مشكلتنا ما بعرف اذا كل الناس عندهم مثل ابي. انا ابي اول ما صارت الازمه قال لي يا ابني بلدك عطتك 30 سنه بدك ترجعهم لك.